السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة تالتة إعدادي، أهلا بيكم في أول فيديو من فيديوهات مراجعة المنهج. نركز يا أبطال في السلسلة دي لأن إن شاء الله هتقدر تلم المنهج كله من خلال المراجعات اللي احنا هنقدمها، مراجعات من كتاب المعاصر المراجعة النهائية. ما تنساش تدينا اللايك الجميلة بتاعتك، شوف كده انت مشترك معنا في القناة ولا لأ، لو مش مشترك فياريت تشترك معنا، الحاجات دي بتدعمنا كتير جدا وكمان بتخلينا نوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بينا يا أبطال من غير ما نضيع أي وقت كبير، نبدأ مع بعض فيديو النهاردة. Let's get started. أول سؤال عندنا هو سؤال محادثة، وأنا أعتقد يعني مش هيكون في أسهل من المحادثة دي. أيمن is talking to his neighbor أشرف، نقرأ كل كلمة ونركز فيها كويس. أيمن بيتحدث إلى جاره الجديد أشرف، فأيمن بيقول له good morning، أشرف قال له good morning، فأيمن قال له are you my new neighbor، هل أنت جاري الجديد؟ فأشرف قال له إيه؟ أكيد قال له آه أنا جارك الجديد، yes I'm، تمام؟ أكيد قال له yes I'm. عندي مكان الإجابة تحت هنا 1، هكتب له هنا الإجابة هتكون yes I'm، أيوة أنا جارك الجديد. طيب بعد كده أيمن بعرف نفسه، قال له I'm أيمن، وبعدين سأل فأشرف قال له my name is أشرف، يعني يا ترى سأل قال له إيه؟ أكيد what's your name، تمام what's your name، يبقى هاجي هنا number 2 هتكون What's your name؟ طيب تمام. بعد كده What's your name؟ My name is أشرف. في سؤال أيمن سأله فأشرف قال له I have two children، أنا عندي طفلين، and you، طيب وأنت؟ يبقى أكيد قال له أنت عندك كم طفل؟ كم عدد الأطفال اللي عندي؟ يعني إيه كم عدد؟ يعني how many؟ How many؟ وبعد كده how many children؟ كم عدد الأطفال؟ أداة استفهام how many children؟ الفاعل المساعد do، how many children do؟ والفاعل you، how many children do you have؟ كم عدد الأطفال اللي عندك؟ هنا رقم 3، How many children do you have؟ Hello I have two children and you، أنا عندي طفلين وأنت؟ طبعا هو مش يعني مش واضح، فأنت بتقول أي رقم؟ الإجابة مثلا I have one child، I have three children، أيا كان، لأن هما هيبدأوا في موضوع جديد بعد كده. فمثلا نقول I have one child، أنا عندي طفل واحد، أي رقم هيكون صح؟ I have one child، بس طبعا ما نقولش one children، I have one child. What's your job؟ ما وظيفتك؟ فيا ترى أشرف إيه وظيفته؟ لأنه بعد كده قال له I work in الهلال hospital، أنا أعمل في مستشفى الهلال، فهو أكيد يعني مش teacher، أكيد مش engineer، أكيد هو دكتور، طالما بيشتغل في مستشفى الهلال فيقول له I'm a doctor، I'm a doctor. بس المحادثة ممكن تمر عليك. تمام جاوبنا على سؤال المحادثة، I'm a doctor، I work in Al Hilal Hospital، هي بس المحادثة تحتاج منك تركيز، بتبص على الردود كويس وتشوف هنكتب فيها ايه. هنيجي بعد كده لسؤال البوكس، عندك library، عندك aquarium، عندك on و in bank monuments. طيب there are many places to visit in my city، توجد أماكن كثيرة للزيارة في مدينتي. If you are interested، طبعا كلنا عارفين interested in، مهتم بيه، احنا نيجي هنا وهنكتب in. If you are interested in plants، لو انت مهتم بالنباتات you can visit the botanical garden، ممكن تزور الحديقة النباتية. To see animals، علشان ترى الحيوانات البحرية you can visit the aquarium، يبقى aquarium دي هنشيلها ونكتبها هنا. Aquarium اللي هو المتحف المائي أو حوض الأسماك المائية الكبير، ممكن تزور الأكواريوم. طيب there is a، إيه يا ترى؟ إحنا خلاص خدنا أكواريوم وخدنا إن. There is a to get some money،
if you want وانا هجيب الفلوس من البنك، يبقى في رقم 3 هنا هكتب له كلمة بنك. تمام، هنا number 3 there is a bank to get some money if you want. For me بالنسبة لي I like reading، أنا أحب القراءة. So I visit the public library، فأزور المكتبة العامة، يبقى library هنا number 4، هكتب له هنا number 4. ننزل على القطعة، هنقرا القطعة كده بتأني نفهمها. Do you play football؟ هل تلعب كرة قدم؟ Or you only enjoy watching it؟ ولا بس تستمتع بالمشاهدة عليها؟ يعني أنت متفرج ولا لاعب؟ The Football World Cup، كأس العالم في كرة القدم، is now perhaps the largest sports event in the world. هو دلوقتي يعني ربما يكون أكبر حدث رياضي في العالم. It is a worldwide football event. هو حدث رياضي عالمي that is held يقام every 4 years، كل 4 سنوات، in different countries، في دول مختلفة. It was first held in Uruguay. أقيم أول مرة في أوروغواي in 1930، سنة 1930. And now it has become a global ceremony. ودلوقتي أصبح احتفالية عالمية. The 21st World Cup، كأس العالم في القرن 21، was held in Russia، أقيم في روسيا in 2018. And the latest World Cup، وآخر كأس عالم، was held in Qatar in 2022، أقيم في قطر عام 2022. Every 4 years، كل 4 سنين، millions of people، ملايين الناس from all over the world، من جميع أنحاء العالم، come together to see which country has the best football team. بيجوا معا علشان يشوفوا مين أفضل دولة عندها أفضل فريق. Egypt participated in this world event، ومصر شاركت في هذا الحدث in 1934، 1934، 1990، 1990، and 2018 و2018. But it's difficult to predict which team will win the World Cup. بس صعب إنك تخمن ايه الفريق اللي هيفوز بكأس العالم. For example، على سبيل المثال، France which was a champion of the 16th Football World Cup، اللي كانت بطلة كأس العالم ال16، failed، هو واخد خط تحت failed، يعني يسأل يا في معناها يا في عكسها. failed هنا failed يا ولاد يعني فشلت، failed to score even one goal، فشلت ان هي حتى تحرز هدف واحد as the 17th Football World Cup، في كأس العالم ال17. Everyone thought France would do very well in the 17th Football World Cup. كل واحد كان مفكر إن فرنسا ستؤدي جيدا في كأس العالم رقم 17. Because they were the champions، لأنهم كانوا الأبطال of the 16th World Cup، لكأس العالم ال16. But they couldn't even win one game، بس حتى ما كسبوش مباراة واحدة. This is why the World Cup is so much fun to watch. وعلشان كده كأس العالم ممتعة جدا إنك تتفرج عليها، إنك ما تقدرش تخمن مين اللي هيكسب. Something new happens every time، كل مرة حاجة جديدة بتحصل. بيبدأ يسألني، ما تنساش إن مكان الإجابات موجود تحت. السؤال الأول، The best main idea for the passage is، أفضل فكرة للقطعة اللي قريناها. تعالى نقرا كده الاربعه بالراحه. France is the football world champions، هل الفكره الاساسيه هنا ان فرنسا هي بطله كاس العالم؟ ولا the last football world cup was held in Qatar، الفكره الاساسيه للنص ده ان اخر كاس عالم اقيم في قطر؟ ولا the football world cup has become a great world event، كاس العالم لكره القدم اصبح حدث رياضي عظيم؟ ولا the first football world cup was held in Uruguay؟ لا، هو سي، إن كأس العالم أصبح حدث رياضي عظيم. وطبعا سي دي هتتكتب هنا، وان هنا هكتب له سي. طيب نمبر 2، The Football World Cup is held، كأس العالم تقام، in France، لو أنت اكتفيت بإن فرانس يعني في فرنسا بس، in قطر يعني كأس العالم تقام في قطر بس. Every 2 years، كل سنتين، لا هي every 4 years. الإجابة طبعا هتكون دي، يبقى نمبر 2 تحت هنكتب دي. ثالث سؤال بيقول لي، The World Cup is so much fun، كأس العالم ممتع جدا، because إيه السبب؟
It's a global ceremony لأنه حدث عالمي، هو ممتع علشان كده، ولا it's held every year بيقام كل عام، هو أصلا مش بيقام كل عام، ولا something new happens every time. طبعا global هنا برضو كوني، global ceremony احتفالية كونية، ولا something new happens every time، في حاجة جديدة بتحصل كل مرة، ولا you can't predict the winner، أنت تقدر تخمن الفائز؟ لا أنا ما أقدرش أخمن الفائز. هو طبعا الإجابة سي، كأس العالم ممتع علشان something new happens every time، في حاجة جديدة بتحصل كل مرة. هنيجي بعد كده للأسئلة اللي تحت. Answer the following questions. When and where did the football World Cup start؟ إمتى وفين بدأت كأس العالم؟ الإجابة الجملة دي. It was first held in Uruguay. ده المكان. In 1930 سنة 1930 كده قلت فين وإمتى؟ فالإجابة دي هي اللي هتتشال وتتحط تحت هنا نمبر 4. طيب السؤال 5 بيقول لي Do you think it's easy to protect which team would won the Football World Cup؟ هو أنت يعني بتعتقد إنه سهل إنك تخمن وتتنبأ الفريق اللي هيفوز بكأس العالم؟ طبعا no no it's not easy. Why؟ لماذا؟ يبقى هنا السؤال من شقين، ما تقولوش no بس، لا واي ليه؟ هتطلع فوق وتقول له مثلا لأن كأس العالم something new happens every time because something new، لأن في حاجة جديدة بتحصل كل مرة. تمام؟ ممكن تتقال because in the World Cup something new happens every time، لأن في كأس العالم حاجة جديدة بتحصل كل مرة. ممكن يعني تدلل على كلامك بموضوع فرنسا وتقول له for example على سبيل المثال France which was the champion of the 16th World Football World Cup، اللي كانت بطلة العالم أو بطلة كأس العالم رقم 16 failed to score even one goal، فشلت إنها حتى تحرز هدف واحد at the 17th Football World Cup في كأس العالم رقم 17. السؤال الأخير summarize لخص the first paragraph of the text in one sentence. تعال نطلع على the first paragraph. هو ده the first paragraph. من أول هنا do you play football or you enjoy watching it? The Football World Cup is now perhaps the largest sports event in the world. هتكون هو على فكرة هي دي الجملة الملخص الفقرة، لأنه عمال يتكلم على كرة القدم واللي هي world wide football event that is held every 4 years in different countries. فأنا ممكن آخد الجملة دي مثلا وأقول له The Football World Cup is a worldwide football event that is held every 4 years in different countries. لو أنا خدت الجملة دي هي ملخص الفقرة أو أهم حاجة في الفقرة، فالملخص بتاع الفقرة اللي هو أهم حاجة، أهم جملة في الفقرة كلها. وننزل على سؤال choose. يا ترى إيه is a person who works in a garden as a job. الشخص اللي بيعمل في حديقة كوظيفة، هي دي وظيفته. يبقى الشخص ده هو الجاردنر البستاني. A is something you can make a hot drink with it. حاجة كده ممكن تعمل بيها مشروب ساخن. طبعا الكافي ماشين. Okay. هو الجهاز اللي أنا ممكن أعمل بيه مشروب ساخن أشربه. You are a A. Ask the customer what do you want to buy. أنت إيه؟ يلا اسأل الزبون هو عاوز يشتري ايه. يبقى انت شوب اسيستنت بائع. I like sitting in this peaceful place alone. احب الجلوس في هذا المكان الهادي لوحدي. ده انتونيم، طبعا انتونيم عكس انتونيم peaceful، احنا قلنا peaceful هادي، اكيد عكسها noisy مزعج، مش quiet، مش calm، مش interesting. To make the adjective علشان تكون صفة from the verb care، من الفعل care اكون منه صفة، طبعا الصفة من care بتكون careful، يبقى we use the suffix full. Careful, careful, careful. اللي هو حريص. He doesn't get any money for his work. هو ما عندوش أي فلوس للعمل بتاعه. أو ما بياخدش فلوس للعمل بتاعه. يبقى he is a volunteer. هو متطوع. تمام؟ هو متطوع. طبعا الإجابات بتتكتب تحت. تعالى هنا لتصحيح الخطأ. بيقول لي what time did the Alexandria train leave the station tomorrow؟
طبعا تومورو محطوطه علشان تلخبطك، فانت ممكن تشوف تومورو فتقول ويل، ولكن هي في الحقيقه الاجابه هتكون داز. ليه؟ انت بتتكلم في مواعيد ثابته، في مواعيد، في جداول زمنيه ثابته، يعني كلامك مضارع بسيط، present simple. What time does the Alexandria train leave the station tomorrow؟ طيب عندي بعد كده هنا سؤال. اوكي. Have you just cooked dinner؟ هو اللي بتيجي في السؤال، تمام؟ Ever. Have you ever cooked dinner؟ هل عمرك طبخت العشاء؟ Ever. التصحيح ever في المضارع التام اللي بتيجي في السؤال بهل، ever، هل عمرك. طيب هنيجي هنا لرقم ثلاثة، بيقول لي neither of the boys nor their sister، لا الأولاد ولا أختهم were at home yesterday. طبعا هقول له was. طيب ليه was؟ لأن أنا طبعا عندي their sister أو الفاعل التاني مفرد، فالمفرد ما بياخدش were، بياخد was. طيب عندي number four، بتقول when you came back home yesterday، وعلامة استفهام، يبقى أنا بسأل. فلما باجي أسأل أنا بعمل أداة استفهام وبعد كده فعل مساعد، ما بجيبش الفعل على طول، بجيب الفعل المساعد. طيب أنا عندي yesterday، يبقى أنا بالتالي ماضي، يبقى الفعل المساعد عندي did. When did؟ وبعد كده الفاعل you، وما أقولش came، هقول له come. ليه؟ لأن أنا لما باجي أسأل وبجيب do أو does أو did، فلازم أستخدم فعل في المصدر. When did you come back home yesterday؟ وعندي بعد كده could you swimming when you were six، هو could بيجي بعدها فعل في المصدر، فهقول له لا، could you swim، could you swim when you were six. وبعد كده عندي بيقول لي يلا اكتب لي بقى ال 110 كلمة على موضوع مهم جدا، اللي هو a review on a product you have bought recently. اعمل كده مراجعة نقدية لمنتج انت اشتريته مؤخرا. هو الفوتوغراف بتاع فيديو برودكت يو اولد اون لاين، برضه مراجعه للمنتج اللي انت اشتريته على منتج. فانا همشيها على انه منتج انا اشتريته اون لاين. فبدايه احنا بنسيب قيمه حرفين، وببدا ان انا اقول اول جمله. تعالى كده نشوف بعض، بتقول مثلا ان اونلاين شوبينج، التسوق عبر الإنترنت has become، أصبح مثلا very important، مهم جدا nowadays أو today، nowadays يعني في هذه الأيام. فأول جملة قلناها إن online shopping has become very important or has become more and more important، أصبح مهم جدا nowadays في هذه الأيام. A lot of people، كثير من الناس، prefer بيفضلوا to buy their products، بيفضلوا هم يشتروا منتجاتهم أونلاين عبر الإنترنت. A lot of people، كثير من الناس، prefer to buy their products online، بيفضلوا إن هم يشتروا منتجاتهم عبر الإنترنت. ممكن أكمل مثلا بقول because، لأن it's much quicker، لأنه أسرع بكتير and easier، وأسهل كمان to do their shopping online، لأنه أن يقوموا بالتسوق على مواقع الإنترنت أسرع وأسهل. Okay. It saves، ممكن نقول لك it saves، ده بيوفر much time، وقت كتير and effort، اللي هو المجهود. Okay. It saves much time and effort. وبعد كده تقول له as I'm interested مثلا in، ولأن أنا مهتم ب، وليكن مثلا ميوزك، الموسيقى، I order، أنا طلبت a piano، أنا طلبت بيانو أونلاين عبر الإنترنت.
ده الايه؟ الحاجه اللي انت بلا مشكلتها حديث ممكن اقول اي اوردر بيانو اون لاين. طيب انا طلبت ان انا طلبت بيانو، طلبت ان انا اشتري بيانو حديثا او مؤخرا. ماي فريند صديقي او ماي بيست فريند صديقي المقرب ادفايزد مي او ريكومند، ممكن اقول ريكومند وصى. And online store the store element store online. My friend recommended an online store or an online website. ممكن أقول an online website، موقع على الإنترنت which sells بيبيع musical instruments، آلات موسيقية. تقول له مثلا I looked at the website، أنا نظرت للموقع، بصيت كده على الموقع، and chose، واخترت a nice piano، واخترت piano لطيف كده جميل. ممكن تقولي ده بيانو، ممكن ده بيانو arrive، البيانو وصل. The piano arrived مثلا 2 weeks، أو هنا أفضل 2 weeks after the order، أسبوعين بعد ما طلبته. The piano arrived 2 weeks after the order، وبعد بعد كده مثلا week I opened، ولما فتحت the parcel الطابق اللي فيه البيانو I discovered، I found out، اكتشفت that and that it was wet. البيانو معانا وقت مكسور. طبعا النتيجة I was astonished، أنا كنت مدهش، and angry، وأرضي I was astonished and angry. I made a complaint، كنت شكله I made a complaint، وبعد كده I found out، أنا اكتشفت that online shopping and so on are different from that as the advantages and disadvantages. As I know. خلصنا. Thank you for watching. شكرا جدا للمشاهدة. كده حلينا أول امتحان. إن شاء الله كل سيشن نحل مع بعض امتحان، بس إن السيشن بتاعنا يكون خفيف. بشكرك جدا إنك كملت الفيديو بتاعنا آخر السيشن. إن شاء الله نحل مع بعض تيست 2 الامتحان التاني. ما تنساش تحمل الملف ده، نوصل لك الوصف أسفل الفيديو. وللأسف أقول لك نلتقي إن شاء الله قريبا في سيشن جديد. وسلام. Goodbye.